شنو اسمك؟ أنا اسمي حسناء الدليمي، فنانة تشكيلية وصناعة محتوى عراقي بعلم النفس. حبيبي ما شاء الله موفقة تسلمين للجميع يا رب. شنو طبيعة الفن التشكيلي اللي أنتي تمارسي؟ شنو طبيعته؟ شنو نوعه؟ أنا رسم. أكيد معين. أكيد الرسم التشكيلي التجريدي، عندي سكب الألوان وهاي كلها أرسم بها صور واقعية. حلو. يعني من مخيلتي. ما يعني مثلاً الصور زي أنتي وين رحتي؟ خاف لورا يعني. تعيمي. لا تضوجي معي أبعي، خليك ريلاكس تعيمي. آني تحبيني أنتي؟ إيه. آني هم حبيتك هواية. تعالي هنا يمي، تعالي خالة تجي يمنا هنا. أي شو سولفينا شوية على شغلك. أنا شغلي أرسم تشكيلي. خلي وجهك على الكاميرا. أوكي. أي تشكيلي وتجريدي، ومن خلال مزج الألوان أنا أرسم صورة معينة. يعني الشخص من حينظر ويفكر بعمق راح يشوف إنه هو شنو مرسوم بالدمج الألوان. وكاتبة روائية همينة، أكتب قصص قصيرة رعب. عمري الله يوفقك. حبيبتي وفقك يا رب وتسلميني. زين اليوم شو تشوفين الإعلام مسلط الضوء عليك؟ أكو قنوات فضائية استضافتك ببرامجها الصباحية كون إنه حضرتك إنسانة مؤثرة بالمجتمع؟ طبعاً أنا مقيمة بإسطنبول صار لي 5 سنوات، فهذا الشيء هناك جداً ضعيف. لأنه أنا مو بالعراق، أنا حالياً ما صار لي شهر من جيت هنا استقريت، فإن شاء الله. يعني بعد الطريق أمامك. أكيد طبعاً. طريق امامي، وان شاء الله تكون فرصه مثل مع قناتكم او قناه الشرقيه او غيرها. هواي اكو قنوات ان شاء الله، هواي اكو قنوات فضائيه بالبرامج الصباحيه، كل شيء يرحبون بهؤلاء الاشخاص او الناس اللي يكونون ذات موهبه حلوه وصانعين محتوى حقيقيين. انا زملائي ما شاء الله كلهم مستضيفيهم، لانه عندهم على السوشيال ميديا ارقام حلوه. حلو. انت هم لازم تتعبين على نفسك لان السوشيال ميديا لها ناس. اكيد طبعا. وتميز بصراحه الناس المميز. صحيح ان شاء الله. ايش قد تاخذ عندك اللوحه وقت؟ اللوحه اذا كانت مو تشكيليه، اذا كان رسم عادي تجريدي، تاخذ 2 أو 3. طبعا انا ارسم خيل، ارسم حيوانات، نقدر نقول النسر، اسد، هواي اشكال اقدر ارسم، فتاخذ مرات عندي 2 أو 3 حسب يعني التكنيك مالتها. صحيح انه دائما الفنان يكون موده يختلف عن الناس العاديه. جدا. صحيح جدا. شنو الاختلاف؟ اختلاف كلش فظيع. يعني هسه مثلا انا ضايجه، انا وين راح افرغ الطاقه؟ راح افرغها اني بالرسم. انا هسه مثلا مختنقه اروح ارسم، او مثلا اروح اعزف. طبعا انا مو عازفه بس عندي جيتار، دا احاول يعني اتعلم العزف. زين طيب اذا كانت عندك طاقه حلوه ايجابيه تروحين للفيرتشوال ولا؟ طبعا اكيد. تعالي شويه يمي. يعني انت بحالتين الطاقه اللي تكون عندك ايجابيه او سلبيه انت تلجئي للرسم؟ الانسان لازم فن، الانسان يحتاج الى فن. انا بكل وقت فراغ او وقت انا اكون مستانسه فيه فبسرعه اروح ارسم. حياتي. حبيبتي. وطبعا عندي بيج هدايا، فهم ان اكثر اوقاتي اشتغل على هذا البيج. شنو الهدايا؟ هدايا مثلا عندك بوكسات، بروازات، يعني ايصار بها تصميم، فهي هاي الهدايا. ما تحسين روحك تشتتين على انه انت مثلا انه انت فنانه تشكيليه ترسم وكاتبه روائيه لقصص قصيره وصاحبه بيج على السوشيال ميديا تجهيز هدايا، ما تحسين اكو تشتت؟ واكيد عندك دراسه معينه او التزام عائلي، ممكن متزوجه، ممكن طالبه. طبعا انا مواليد 2005، عمري 18 سنه. تشاقين والله. كلش مبين عليك. ادري مبين عليك 2005. اي فاني هسه خلصت السادس فتفرغت تماما لهذا الشيء، وانا من النوع اللي احب اكون كل شيء. يعني هسه انا دا اشتغل على نفسي من ناحيه عزف الجيتار، انا احب اكون يعني فنانه. تضيفين لنفسك اشياء؟ اكيد طبعا. عندك وقت؟ عندي اكيد. انا طبعا إن شاء الله كلية القانون، قدمت على كلية القانون، فأتمنى حيكون عندي وقت. أتمنى على هذا. ليش قدمتي على كلية تختلف عن حبك وهواياتك؟ لأنه الرسم موهبتي وأني أقدر أرسم بدون ما أحتاج إلى دورات. يعني أنتي ما درستي رسم؟ لا 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 مو معهد. أنا هاي موهبة من كنا ساكنة بإسطنبول، فجأة طبيت محل رسم وجبت الألوان ورسمت وشفت نفسي إنه أنا رسامة، واشتروا لوحاتي ودعموني، وهو مشاهير على السوشيال ميديا بعد دعموني. حلو. اي نعم. زين شنو حبش للقانون؟ انا امراه. ليش قانون؟ انا امراه قياديه. جدا احب القانون. انا من الصغر كنت ناوي ادخل كليه العسكريه او كليه الشرطه، بس ما حالفني الحظ لانه سافرت لغير دوله وشفت اشياء اكثر واشياء احسن. طبعا كنت هاويه كليه الطيران،
بس ما صارت الظروف فرجعت على العراق. والدتي طبعا تحب القانون، واختي الكبيره خريجه قانون وحاصله على شهاده الماجستير طبعا هسه هي ويانا حياتنا. اي تعاينا هاي اختي تجي يمنا شويه هذه اللي حاصله على شهاده ماجستير. اي نعم حاصله ماجستير في القانون العام مواليد 93. حبيبتي الشاقين والله انتوا ليش مبين عليكم مواليدكم؟ عشان حبيبتي شيخ بارز الحمد لله. ليش مبين عليش مواليد 93؟ انطوني انطوني حل. لا قلت لها وين ما اروح تقول لهم هاي عمرها 30 سنه ما شاء الله. قولي لي مواليد 2000 حصدقك والله. قول الحمد لله والله جد حصدقك بدون نقاش. الحمد لله هاي نعمه جديات نعمه ما شاء الله ما شاء الله. عيني بارده عليكم حبيبتي حبيبتي. انتوا كلكم يبين عليكم؟ انا والله مبين علي اكبر من عمري. لا وينكو؟ انا ما حد يعطيني 18 كلهم يقولوا 23 ليش ما اعرف بس انا 18 الا انا 18. لا ما شاء الله ما ادري اختي عمر هاي. درينا درينا على حسب بس عليك ايش دعوه اي عافيه قول يا الله حبيبتي. زين او ذيك المره اختكم؟ اي اختي الكبيره شو مواليد صدمون 90 شاكم ما مبين مبين اصغر والله مبين اصغر الحمد لله كنا هيك. زين انتم ماما ولا بابا مبين عليهم عمرهم؟ اثنيناتهم الحمد لله. اي اثنيناتهم. حلو انتم ما متزوجات؟ لا لا. حلو ببالكم تتزوجون لو تكملون شغل؟ اني لا صح؟ ليش؟ انا اشوف يعني 30 سنه وعي. ها قولي يا الله قولي خليك ريلاكس ما خلصنا هاي. Wait 2 minutes, just 2 minutes, okay? Thank you. بس دقيقتين ونطلع فاصل. ما نطول عليك.